ثمانون بالمئة من الأسر المغربية اختارت لأبنائها التعليم الحضوري، والكلام هنا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وشأ ذلك خلال استضافته في برنامج حديث مع الصحافة. أرقام بين تقريبا ماشيين في واحد 80% ديال الأسر اللي طلبوا التعليم الحضوري، وهذا واحد الشيء إيجابي وغنرجع له من بعد. هذا بالنسبة للتعبير الأربع. يوم الاثنين إن شاء الله، يوم الاثنين سيتم استضافة واستقبال جميع التلاميذ اللي عبروا عن بعد واللي عبروا عن حضوري، ملزمين انهم يجوا للمدرسة ضروري. شكون اللي غيجي؟ ما غيجوش الملايين. درنا واحد التفويج الاثنين في الصباح السنة الأولى ابتدائي فقط، والسنة الثالثة إعدادي في المؤسسة الإعدادية، والسنة الثانية بكالوريا في التأهيلية، باش نقلصوا الأعداد ديال التلاميذ في الوسط المدرسي. كما تحدث الوزير في هذا اللقاء عن الدوافع والمبررات التي دفعت الوزارة إلى عدم تأجيل الدخول المدرسي. احنا من البداية عبرنا على رفضنا التأجيل أو سنة بيضاء أو شيء من هذا. لماذا؟ لأن هادو دراسات علمية بينوا بأن غير داك التوقف خلال عطلة فصل الصيف كاين واحد تقليص ديال التعلمات ديال 30%. كما وضح الوزير المنهجية التي ستتبعها الوزارة في تدبيرها ومراقبتها الصارمة لشروط السلامة الصحية بالمدارس. المراقبة الصارمة لاحترام التباعد الجسدي. اليوم عندنا أقسام تقريبا ديال 40، غادي نقسموها على جوج، غنديروا جوج ديال المجموعات، مجموعة ألف مجموعة باء، لكن هاد الأعداد غادي نديروا بالنسبة للمجموعة ألف غتقرا اليوم الاثنين والأربعاء والجمعة، والثلاث والخميس والسبت غادي يكونوا في التعلم الذاتي المنزلي المؤطر من طرف الأستاذ، والمجموعة باء غتقرا الثلاث والخميس والسبت حضوري في المؤسسة. تحدث أيضا وزير التربية الوطنية في هذا اللقاء عن واجبات التأمين التي لا يجب أن تتجاوز 50 درهما. خصوصية كنبهوهم كنقول لهم الله يخليكم، خصكم ديروا الفرق بين الرسوم، بين الواجب التمدرس وبين التأمين. بغينا خانة خاصة بالتأمين، ما ديروش 1000 درهم وداخل فيها كل شيء. لا، احنا درنا واحد الاستطلاع وشفنا الشركات اللي كيديروا التأمين، ما كاينش تأمين كيتجاوز 50 درهم. دخول مدرسي يأتي في عام استثنائي ستتحكم فيه طبعا الوضعية الوبائية، وسينطلق يوم الاثنين المقبل.